هنا في أقصى الجنوب الشرقي لليبيا وعلى مدار الساعة يضع منتسبو جهاز الإسعاف بمدينة الكفرة أنفسهم دائما على درجة الاستعداد والتأهب لتلقي أي إشارة لإنقاذ أرواح البشر عبر عمل يعتبرونه إنسانيا قبل أن يكون له أي اعتبار آخر. قلة الإمكانيات وغياب الدعم من الدولة لم يكن عائقا أمام العاملين بالجهاز للتوقف عن عملهم في يوم من الأيام. تحدوا وعملوا في أصعب الظروف وواصلوا الليل بالنهار حتى تحصلوا على جائزة أفضل مؤسسة حكومية إنسانية على مستوى البلاد، كما تم تصنيفه كأحد أفضل الفروع وأنشطها على مستوى ليبيا. جهاز إسعاف طبعا نحن على يعني عملنا متواصل على مدار الساعة في إسعاف حوادث السير وكذلك في نقل الحالات المرضية من الكفرة إلى بنغازي مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. طبعا المسافة هذه طبعا بالتأكيد الكل يعلم يعني صعوبتها وتهالك الطريق اللي يعيق نقل الحالات المرضية، ولكن بالرغم من ذلك نحن قائمين بعملنا ونقلنا يعني سنويا ننقل في مئات الحالات إلى بنغازي. الإحصائيات والأرقام بحسب جهاز الإسعاف بالكفرة لهذا العام فقط تؤكد انتشالهم أكثر من 70 جثة في مناطق صحراوية على الحدود مع السودان وتشاد تعود لمهاجرين غير نظاميين أو مواطنين من دول الجوار تقطعت بهم السبل في الصحراء، إضافة إلى نقلهم مئات المصابين والمرضى إلى داخل المدينة وخارجها. كل هذه المساحة الكبيرة غطوا فيها بخدمات الإسعاف، طبعاً يغطي فيها جهاز الإسعاف وطوارئ الكفرة من حوادث سير في الصحراء أو من حالات هجرة غير شرعية أو كذلك حالات انتشار الجثث في عمق الصحراء وخاصة باتجاه الحدود التشادية السودانية. مساحات شاسعة يغطيها الجهاز لنقل المصابين والمرضى وتقديم الإسعافات الأولية ونقل حالات تحتاج إلى عناية فائقة عبر الطرق المتهالكة ووعرة تتجاوز 1000 كيلو، إضافة إلى مساهمتهم في إخلاء العالقين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الأعوام الماضية. كل ذلك أسباب جعلتهم يتحصلون على ثقة المواطنين قبل أن يمتد دورهم إلى تبادل المعتقلين وإطلاق سراح مختطفين. أحيانا يجي بلاغ تشيل حالة طارئة على التنفس السيناي أو الحوض مكسور، مرات جنجوة مكسورة وتطلع بها البر مسافة عالية 50 كيلو والطريق متحالكة متكسرة كلها حفر والرملة زحفة على الطريق، يعني صعوبات نواجهه فيه من كفرة لعند الشجرات يعني 100 كيلو 100 كيلو نقعد فيه مرات 6 ساعات 7 ساعات. دور كبير يلعبه العاملون بجهاز الإسعاف بمدينة الكفرة، حيث يطمح القائمون عليه إلى الاستمرار في مسيرة الحفاظ على الأرواح والإنقاذ التي لا تقدر بثمن.